وفي المحاولات الماضية في لحظة كنت أتحدث فيها وأتمنى فيها كل الأمنيات بالشفاء لبغداد مجاح الذي يغيب عن هذه المواجهة ويواصل رحلة علاجه، ونتمنى عودته بشكل سريع جدا. يبحث من خلالها النجم عن أول أهداف في المواجهة بكرة من ركلة جزاء. هدف أول، نعم هدف أول. حمزة الأحمر يولع المدرج الأحمر، حمزة الأحمر يولع المدرج الأحمر مع الدقائق نصف ساعة الأولى لبداية شوط المباراة. يزيد قوية، هدف ثاني يأتي مرة أخرى بأقدام حمزة الأحمر. الأحمر في المدرج الأحمر هنا في هذه المواجهة والاحتفال الكبير. لكن مرة أخرى جبالي سيطر على كورته بالشكل المطلوب، اختبار أول ينجح من خلاله جبالي بشكل مميز. تعود المحاولة في الجانب المقابل، خطيرة، فرصة للثالث. أوه.